إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الأحبة الكرام في هذا الأمر المبارك، وهو شرح كتاب موسوعة تفسير الرؤى والأحلام في ضوء الكتاب والسنة، أصول وقواعد وفتاوى وآداب. حديثي إليكم أيها الأحبة الكرام حول رؤية الإنسان في المنام، ماذا تعني وكيف تعبر؟ فلهذا نقول بالله التوفيق، رؤية الإنسان في المنام ربما تدل على الشخص المعروف بعينه، سواء كان ذكرا أم أنثى، أو ربما يفسر بوصفه ونظيره، لقوله تبارك وتعالى: تعرفهم بسيماهم. ورؤية الشاب في المنام ربما يفسر أحيانا بالعدو، ورؤية الشيخ الكبير الكهل ربما يعبر أحيانا بطول العمر والرفعة بين الناس، لقوله سبحانه وتعالى: وأبونا شيخ كبير. ورؤية أيضا المرأة العجوز ربما تعبر أحيانا بالزواج من رجل صالح، وقد ترزق بولد صالح. قال سبحانه وتعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. والصبي البالغ ربما يعبر أحيانا بالقوة والبشارة، قال سبحانه وتعالى: يا بشرى هذا غلام. والطفل الرضيع ربما يعبر أحيانا بالعدو، فالحذر من شره، قال سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ورؤية الإنسان أحيانا تعبر بالضعف النفسي أو الضعف البدني، قال سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وربما تعبر بالدعاء، سواء في باب نزول الكرب أو نحو ذلك، قال سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وتعبر أحيانا بالحذر من الظلم وأهله، قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. وتعبر أيضا بالمولود الصغير والطفل الرضيع، وتذكير الإنسان بأحواله وضعفه في حياته، قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وأيضا تعبر بالحذر من المخاصمة، والحذر من العناد، والحذر من ترك طاعة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا في كتاب الكريم: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وتعبر أيضا بالحذر من العجلة والاستعجال، قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان عجولا. وتعبر أيضا رؤية الإنسان بالحذر من جحود النعمة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على عبده، قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان كفورا. وتعبر بالحذر من البخل والشح
قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. وتعبر أيضا بالحذر من الجدال والمخاصمة التي ليس من ورائها فائدة. قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وتعبر أيضا بالحذر من الشك في أمر الدين أو في الأمور الخاصة أو العامة. قال سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. وتعبر أيضا باستعجال الإنسان الكثير الذي ليس هو مرة أو مرات، بل هي كرات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل. وتعبر رؤية الإنسان بأنه قد يتعرض لموقف قد يضعفه، أو يكون فيه موقف في حياته يعني يجلب له الضعف ولا بد. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وتدل أيضا على الذرية الكثيرة المتواضعة. وتعبر أيضا رؤية الإنسان بالبر والإحسان إلى والديه. قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وتعبر بالحذر من الظلم وأنواعه وأصنافه، والحذر من الجهل. قال سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتعبر رؤية الإنسان على الحذر من القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. وتعبر أيضا بالجحود الواضح للنعم التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على العبد. والأصل أن يكون عبدا شكورا، لا أن يكون عبدا جحودا. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لكفور مبين. وتعبر أيضا بالهلع والفزع. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. وتعبر بقرب انتهاء الأجل. قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وتعبر أيضا بالحذر من الكذب وكثرة الكذب. قال سبحانه وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وتعبر أيضا بأن الإنسان لا بد له من أعمال صالحة أو طالحة. قال سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وتعبر أيضا معرفة الإنسان بنفسه وحاله ظاهرة وباطنة. قال سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وتعبر أيضا بالشيء الثمين الذي فقده الإنسان فيما مضى قد يجده الآن بين يديه. قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وتعبر باختلاط الأمور على الإنسان. قال سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وتحذر أيضا الإنسان
إذا رأى الإنسان في المنام من التعرض لسخط الله ومقته بترك أوامره وانتهاك محارمه، قال سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من عجل، وقال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. فالاستعجال وأيضا العناد يسبب للإنسان أمرا عظيما، وهو أن ينال غضب الله والعياذ بالله. أيضا تعبر بكثرة النعم، وقد يكون الإنسان أحيانا ينسى الطاعة بسبب هذه النعم من طعام أو شراب أو نحو ذلك. قال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وتعبر أيضا بالحذر من المعاندين كالمشركين والكافرين والمنافقين ونحو ذلك، وأن لا يغتر بهؤلاء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وتعبر بالذكرى التي أحيانا قد تنفع أو لا تنفع إذا فات الأمر وانتهى. قال سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وتعبر بالتعب النفسي أو التعب البدني. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وتعبر أيضا بجمال الإنسان في إيمانه وفي صلاحه وفي صورته وعافيته. قال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وتعبر أيضا رؤية الإنسان بالعلم. قال سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وتعبر أيضا بالحذر من الطغيان. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. وتعبر بالحذر من الخسران. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. هذه بعض التعابير وبعض التفسيرات لرؤية الإنسان في المنام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا التعبير والتأويل والفقه في الدين. فهذه نعمة من نعمة الله تبارك وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى أن نشير أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يعبر الرؤى فليكن هذا منهجه وهذا سبيله. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم كتاب الله، على علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا في قسم تعبير الرؤى فقط، بل ينسحب في جميع الأمور، سواء في العقيدة لابد الإنسان أن يستحضر الدليل من كتاب وسنة، كذلك في الفقه لابد الإنسان أن يستحضر الأدلة من كتاب وسنة، وهكذا في السيرة إلى آخرة من العلوم الشرعية. فينبغي الإنسان أن يعني خير القول ما قال الله تبارك وتعالى، ثم أيضا خير القول ما قاله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون الإنسان عالم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وصواب ورشاد، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.